السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نبدأ بالصلاة والسلام على النبي المختار عليه ألف صلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح ندير معكم وصفة تاع السباغيتي صوص طوماط. هاد الوصفة طلبوها مني البنات. واحدة قالت لي يا مدام درهم كل ما نديرها جامي تجيني بنينة، ما عرفتش كيفاش نديرها باش تجيني بنينة. أنا نعطيكم الوصفة تاعها، هي أسهل وصفة. واش البنادم لازم يعني كي نديرو وصفة حاجة اللي لازمتها لازم نديروها لها، هذه هي من نقصو والو. دونك هنا عندي سباغيتي، عندي حبيبة تاع بصل سكرفشتها كبير شوية، موين ما تكونش كبيرة بزاف ما تكونش صغيرة. عندي زوج حبات ولا ثلاثة طوماطيش يكونوا ملاح. عندي سنينة تاع الثوم، وريقة الرمد، زوج مغارف تاع الطوماطيش مصبرة، هذا عكري مغير فيه قهوة تاع السكر، هذا حار والملح بيان سور، وبلا ما نساو الزيت. نروحوا الوصفه تاعنا نبداوها. انا رايحين للدوزين. قبل ما ندوزن نطلب منكم تطلبوا الشفاء ان شاء الله. الوالده تاعي راهي شويه عيانه، هذه هي ماذا بيا ان شاء الله كامل كما راكم تطلبوا لها الشفاء. كما يقولوا الشفاء العاجل باذن الله. نبداو دوكا بسم الله، نبداو في الدوزين تاعنا. راح نديروا نبداو الزيت هو الاول. بسم الله، هكذا واحد ثلث مغارف تاع الزيت نرمي ديريكتومون البصل. هكذا بسم الله، راني درت حبيبة تاع البصل نخليها تتقلى هي الاولى. هكذا هنا نسكربجو معاها شويه تاع الثوم. هكذا قبل ما ندير لا طوماطيش لا والو، كيما نقول لكم دائما لازم الزيت البصل والثوم يتقلاو في الزيت. هكذا ديروا واحد ربع سنينات ولا خمسه تاع الثوم يكونوا شويه كبار. ماكلات تدرسوهم سكرفتوهم برك. هكذا ونخلي يتقلى الداخل الزيت، هكذا يتقلى مع البصل. هذه ثلاثة، دوك نزيد ندير ربع سنينات كبار تاع الثوم. نزيد وحده وخلاص باش تجيب لنا تاع الثوم في لاصوص طوماط. لاصوص طوماط لازم لها الثوم. هكذا نخليه يتخلى بيان. شوفوا باش تجيكم الحاجه بنينه، ما تشحوش عليها. واش لازم نديرو؟ نديرو لازم الثوم بزياده نديرو، لازم البصل بزياده نديرو، واش كاين لازم نديرو. انا قلت لكم نبداو نقليو البصل والثوم حتى يطلق البنة تاعو في الزيت باش نرمي لها الطوماطيش. علاه؟ باسكو الطوماطيش فيها الماء، دونك الا رمينا الطوماطيش تطلق الماء يسمى البصل والثوم ما يتبلش مليح. هكذا هنا ندير شويه تاع ملح، هكذا شوفوا كيما لاصوص طوماط الا حبيتو اللي حب يدير لها اللي ياكل مكعب تاع الدجاج يقدر يدير مكعب تاع الدجاج تزيد له البنه، اللي ما يحبش يعني يطيب به ما كان له، مي اللي حب يدير يعني اللي موالف ياكلو يقدر يديرو تجي هايله. هكذا خلي حتى يبان مليح بيان. هنا نبدا ندوزن. هذه مغير فيها تاع القهوة تاع السكر لازم ديرو على جال، باسكو علاه لاصوص طوماط تحب طوماطيش مليح
كي لا كثرنا لها الطوماطيش دي بكروسيه السكر ينحي لها هذيك السكر اللي فيها، اللي ينحي لها الكروسيه اللي فيها لاسيديتي هذيك. هذا عكري معايا هذا حار، ما يحبوها شويه حاره، قلت لكم انا في الدار ياكلوا الحار. مامي وريقه تاع الرمد ها هم راهم، نزيد لها شويه تاع الزعتر، ها الزعتر هاك. دونك درنا العكري، درنا الحار، درنا الملح، شويه تاع السكر، الزعتر والرمد والبصل والثوم بيان سور. انا خلي دائما البصل حتى تدبل لي مليح. هانت هنا نرمي الطوماطيش، هادي زوج حبيبات كبار شويه، اسمها صوص طوماط، دونك دي بالطوماطيش مليح، ونزيد لها هادي مغرف وهادي زوج تاع طوماطيش. واش قلت لكم الا الحاجه حبيتوها تجي بنينه ديروا لها يعني الوزن تاعها، واش لازم لها ما تنقصوش شويه 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 هكذا، نو واش لازم لها ديروا. هذه هي المكرون ولا السباغيتي ولا مكرون او كان اون صوص طوماط، تحب طوماطيش تاع الحب، تحب طوماطيش تاع البواطه، تحبهم في زوج هكذا. صافي هنا درنا لها كلش عكري الحار. باش نقول لكم على يعني اشاكوا نولي على الفلفل الاسود ولا الفلفل الكحل، كي ديروا حاجه حمراء ما ديروش الفلفل الكحل، او يتباع الفلفل الحار مرحي، كاين العكري وكاين الحار. فوالا هنا بعد ما تقلات مليح كيما كتشوفوا البصل كامل دبال، نمرقها شويه. بسم الله فوالا، ما تسحقش المرقه بزاف، خليها كمل الطيب في غدها. دوكا واش نديرو، راح نغليو المكرون. الماء او يغلي نرميلو الملح هكذا، ندير شويه تاع الزيت. بسم الله، واحد زوج واحد من غير فاول لازم تاع الزيت باش ما يلصق لكمش، ونرمي لي سباغيتي. انا سباغيتي قسمتها غير على زوج، ها هيك ما نحبش نخليها طويله هكذا. نحلها بالفرشاة ونخليها تطيب. هذه هي شويه تاع الزيت شويه تاع الملح ونخليها تطيب. انني درت نص باكي ما ناش في غاشي هكذا. واش راح نقول لكم دوكا كيما في اليوتيوب كي راكو تبعتوا لي في لي كومونتير، سامحوني بالبزاف راني شويه مشغوله مع الوالده تاعي كراي تعبانه، دونك ما قدرتش بديت نواجب، ما قدرتش نواجبكم كامل، سمحوا لي مالفا نواجبكم بالوحده، مي راني في واش يقولوا راني شويه في ظروف شويه يعني مانيش ما نقدرش باش نشد تليفون ونقعد، والله غالب هذه هي، دونك سمحوا لي بالبزاف. ولي بعثوا لي على الطعام وبعثوا لي، خاني قلت لكم بلي في لي فيديو الاولين على ديال المولود، في لي فيديو الاولين فيهم الطعام، فيهم الشخشوخه، فيهم التريد الاسمو واش درت ثاني الرشطه الطعام التليتلي او كاين كلش. هذه هي دوك نخليو المكرون تاعنا طيب ومن بعد نوليو ليها. هنا نحيت المكرون، ما حبيتش باش ما نطولكمش لا فيديو، نحيت المكرون درت فوقها شويه صفيتها، درت فيها شويه ما بارد ماشي بزاف. شوفوا المكرون اللي راح نديرها صوص طوماط نقدر نرمي عليها شويه ما باش هكذا نحي لها ديك لاميدون. المكرون اللي كنا راح نديرها بالفورماج ولا بالفورماج هادي جامي نشللها، نصفيها باش ندير لها وهي سخونه نرمي لها الزبده والفورماج وكلشي. دونك هنايا ها هي وراهي انا واش ندير، ها هي لا صوص طوماط تاعنا
دوك نخلطها بيان، نخليها واحد 3 دقائق فوق الفرن، وانا مشعله الفرن هكذا، انا مشعله الفرن درك، نخليها واحد 3 دقائق با بلوس كيما نقولوا حنا تك تك شويه في لاصوص، ونطفي لها. هذه هي دوك هاتيك، نخليها دوك نقلبها مليح، نخليها واحد قلت لكم واحد 2 دقائق 3 ونحيها. الوصفه تاع المقرون تاعنا راهي واجده، سباغيتي صوص طوماط كيما نقولوا، هذه هي ابسط وصفه تاع لي سباغيتي ولا تاع المقرون، حبيتوا ديروها كوبي حبيتوا ديروها هكذا سباغيتي، المهم هذه هي ابسط وصفه تاع المقرون. دوك واش نقول لكم، نقول لكم نتمنى نتلاقاو في الخير ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.